كده يا ماما، ينفع ارد على شفا؟ لا، عشان ممكن تشرق منك. لا ما تقلقش. لا ما ينفعش. طيب انا اشرب عصير بقى. بدل ما تشربي العصير ده كله، اشربي لك كوبايه لبن، هي مفيده بدل ما تشربي المواد الصناعيه دي. لا انا مش بحب اللبن. طب ايه رايك لو حطيته لك في البزازه وتشربيه؟ ماشي. يعني هتشربيه؟ طب انا نايم اختك بعد كده بقوم كده. انا اختك نامت، هاتي بقى البزازه اللي في ايدك دي، هخش انيمها. وهاتي البزازه اللي في ايدك دي، هخش احط لك فيها لبن. ماشي. اديني جبت لك اللبن اهو، يلا بقى عشان ترضعي. اتفضلي. لا انتي لازم اللي ترضعيني. وح وح وح. يلا خلصت. جننا خلاص خلصت. يلا تصبحوا على خير يا أصحابي، مع السلامة.